السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل برنامج كده ظريف، ان انا اول ما اشتغل هيطلب مني رقمين وبعد كده يجمعهم لي، مثلا 4 و5، فقال لي 4 زائد 5 بيساوي 9. طيب ده البرنامج، خلينا نبدأه مع بعض من الصفر عشان ايه نفهم. اول حاجة هقول له لما نبدأ، ممكن تقول له لما ادوس على زرار معين، تختار الزرار اللي انت عايزه، المهم يبقى في حدث، وبعد الحدث ده بيبدأ بقى ايه ينفذ الاوامر بتاعتي. طيب انا عايز اخد منه رقم، فمحتاج ايه ان انا اساله، فهاجي هنا واقول له ايه ask what's your number. يبقى انا ممكن اقول له ايه ما رقمك الاول، ماشي؟ طيب الرقم ده الاجابه دي هتحط فين؟ هتحط في الانسر، ماشي؟ طيب هنحطها في متغير، هروح هنا الفاريبل، ماشي؟ دي فاريبل انا كنت عملتها قبل كده، خلينا نعملها تاني بس هسميها اسم تاني عشان يبقى كل حاجه معاك خطوه خطوه. فاقول له نمبر 1 واقول له اوكي، واقول له نمبر 2 واقول له اوكي، واختار نمبر طبعا، وهنا هقول له ايه ريزولت اللي هي النتيجه. بيقول لي الريزولت موجوده بكده، كنا احنا عملناها، ماشي اعتبرها اتعملت. طيب هقول له بقى ست، يعني حط لي في نمبر 1 الانسر ديت، ماشي؟ وناخد كده دول كوبي بيست اللي هي المجموعه دي كده اهو، وده هيبقى ما رقمك الثاني. يبقى انا كده محتاج منه ايه رقمين، تمام؟ طيب الفاريبل دول اللي هو 1 و2 هخفيهم، ماشي؟ عشان ايه ما يضايقنيش. فهو بيسألني على الرقم الاول والرقم التاني، لو كتبت له مش هيعمل بيهم حاجة، ومجرد بس خدهم عنده خلاص. طيب انا عايزه بقى يبدأ ان هو يحسبهم، فهقول له اعمل لي الريزولت النتيجة بتساوي مجموع الاتنين دول. طيب مجموع الاتنين دول، يبقى انا هروح هنا كده ايه للعمليات الحسابية واقول له اجمع لي الاتنين دول. اجمع لي ايه بقى؟ نمبر 1 ونمبر 2. يبقى انا كده هساله رقمك كام واحطه في نمبر 1، واساله تاني واحطه في نمبر 2. فلما اجي اشغل هكتب له 2 واكتب له 3 هيقول لي 5، بس انا مش عايزه يقول لي 5 بالشكل دوت، انا عايز اكتبها لي بشكل يعني حلو كده الناس تفهم احنا عملنا ايه. فهلجا بقى لحاجه اسمها جوين، تمام؟ جوين يعني بيبدا يدمج الكلام مع بعض، اهي جوين هنفهمها من الاستخدام، ماشي؟ واقول له جوين تاني لتاني واحدة، وجوين تالت، وجوين رابع. طيب انا عايز اقول له ايه؟ اكتب له هنا ان انا نمبر 1 زائد نمبر 2 بتساوي، وهقول له الريزولت اهيت، تمام؟ كده انا عملت دمج ليهم كلهم. نجرب وبسم الله، هقول له 3 5، كتب لي كده 3 زائد 5 بتساوي 8، فكده احنا عملنا على حسب. طبعا لو انت عايز تطرح تقسم بتاع، كل اللي عليك ان انت هتغير بس علامة الزائد ديت بعلامة اكبر، او تطرح وتضرب وتقسم زي ما انت عايز.